يا اهلا بكل حضراتكم مره تانية. الحقيقه بقى لنا فتره ما رجعناش كده بالزمن لورا وعشنا مع حضراتكم حاله النوستالجيا المحببه لنفوسنا كلنا، الذكريات الجميله للنادي الاهلي. طبعا يعني فقرتنا دلوقتي هي فقره عن النوستالجيا، نوستالجيا النادي الاهلي طبعا، وملف في منتهى الاهميه، ولكن اعتقد ان خير من يقدم هذا الملف هي نهوان. ليه؟ خشي يعني عشان دي منطقتك يا ست. لا هو يمكن استاذ محمد كان عايز ان احنا نتكلم عن او نربط طبعا بين المراه والنادي الاهلي، لان امبارح كان احتفال اليوم العالمي للمراه. فصباح الخير. نعم اصلا دخلت على طول، مش انا قلت لك خير من يتحدث بلسان المراه سفيره المراه في 10 الصبح وبتاع. لا ما احنا كنا جايين لك في الكلام، هو بس في حاجه. استاذ محمد ازي حضرتك؟ صباح الخير. صباح الخير، خلينا نسمع من حضرتك، اتفضل. موضوع مهم ومختلف اللي انت اخترت ان احنا نتكلم فيه النهارده يا استاذ محمد. بص حضرتك على حاجه، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة كان مهم ان انت تتكلم عن تاريخ المرأة مع النادي الاهلي، خصوصا مرحلة دخلت امتى، الفكرة كانت جت ازاي في عهد كان المرأة في الاساس قاعدة في البيت ليشمك، مفيش خروج، مفيش مجرد الخروج نفسه كان مشكلة، ويمكن دي شفناها مثلا في افلام محفوظ طبعا، نجيب محفوظ طبعاً. في روايات نجيب محفوظ السكريه وقصر الشوق طبعا وبين القصرين وكده. هي البدايه كانت عند التاسيس من عمر بيك لطفي. عمر بيك لطفي يمكن اقترح في 1907 ان المراه تخش النادي مرتين في الاسبوع، بس الاقتراح ده كان تقريبا في شهر يوليو في 1907، فالاقتراح ما خدش بعد لان الظرف الزمني في الوقت ده والمجتمع ما كانش ايه، ما كانش سامح بده. عمر لطفي تحديدا في الوقت ده كان الشخصيه اللي مفكره من ضمن 5 6 شخصيات مفكرين كانوا بيتكلموا عن حقوق المراه في مصر كلها، وكان اقواهم على عكس الشائع ان كان اسف امين، انه على فكره كانوا في نفس الفتره مع بعض. فرق ايه؟ وده باختصار فرق ان قاسم امين كان تفكيره في حريه المراه شكلي. يعني اول لما جه اتكلم في قضايا المراه اتكلم بشكل شكلي، يعني المراه تقلع النقاب، المراه موضوع الجواز والتعدد، بدا يتكلم في وقت انت في زمن كان لازم الاول اساسا المراه تخرج الشارع. يشوف هو بيتكلم في قضيه المرأة بتنزل الشارع يا استاذ، انت بتتكلم وده كان بيتكلم عن التحرر الظاهري والشكلي فقط، وفي وقت لسه المرأة ما خدتش اول حقوقها انها تنزل. اوكي. عكس عمر لطفي. عمر لطفي كان شايف ان المرأة لازم تاخد حقها اصلا، تنزل وتخرج وتروح وتشتغل وتروح، مش مشكلة الياش مبدأ دلوقتي. هو لوحده ومرور الوقت ده كان فكر مختلف، وعشان كده اللي انتصر فكر عمر لطفي على عكس الشايع تماما. قاسم امين خسر المعركة، لكن انصار حقوق المراه في مصر يعني انتصروا للاسف امين عشان النقاب مش اكتر. يعني السماح للمراه بدخول مقر النادي الاهلي مرتين في الاسبوع دي كانت ارهاصات عمر لدخول لا ولدخول النساء الى النادي مبدئيا. بص انا هختلف مع حضرتك شويه على موضوع قاسم امين، بس ده مش موضوعنا. ما هو مش شفت الشكل. هو مش لقد وقعنا في الفخ. لا مع احترامي الشديد، هو مش شفته، مش عشان انا مراه ومش عشان المنظمات الحقوقيه تبع المراه انا بدافع عنها، انا بتكلم من علم وقراءه. تمام. هو لم يتحدث فقط على اليشمك، ويتحدث عن العديد من الامور ومنها الحقوق السياسيه كمان والتعليم، ولكن يمكن بدا بده. أيوة. مش موضوعنا دلوقتي. تمام. احنا مش مختلفين. فخلينا في النادي الاهلي افضل. اتفضل. اوكي. هو كان الكلام على فكره التحرر مبدئيا في زمن كان المجتمع فيه والرياضه مش وارد. هو بدا بمناطق هو انا اقصده هي قالته برضه اللي هو بدا بمناطق مش هي اللي المراه ما بتخرجش بالاساس، فانت بدات بمناطق اصلا شائكه. حلو. مهم. فبدات سنه 13 تحديدا فكره ان المراه تخش النادي في الحفلات. اوكي. وكانت الفكره ان هم يخشوا من باب غير باب الرجاله. يا للدرجه. ويقعدوا في اماكن غير اماكن الرجاله. اوكي. لغايه ثوره 19. ثوره 19 كانت كانت علامه فاصله في تاريخ المجتمع كله. بص في كل المجالات حتى الفلاحين بدا النظر لحقوق زياده للفلاحين. المراه كانت اول مشاركه وطنيه في تظاهرات كانت في ثوره 19. ومشاركه فاعله تقدر تقول انك انت كنت بتشوف في الشارع قريب قوي من 50-50، ده ما كانش بتنزل اصلا. في الوقت ده كانت بدات الاجنبيات بس هم اللي بيمارسوا الرياضه.
فتعمل الاهلي قرر ساعتها يومين في الاسبوع تمارس المراه الرياضه وفي اليومين دول ما يخش الرجاله. اوكي. كانت سنه 22. ده كان تاخر كتير بس كانت السبب الرئيسي في كل التحول اللي حصل في الثلاث سنين. على فكره الثلاث سنين دول هم اللي عملوا التمصير في مصر، تمصير الانديه والاتحادات. الثلاث سنين دول غيروا المناخ العام في مصر في كل حاجه. ومنها كان دخول المراه الناجي. هو دي بدايه ثقافه مجتمعيه جديده بقى استجدت. وكان اول نادي دخل المراه المصريه، على فكره المراه الاجنبيه كانت بتروح في الجزيره والانديه الاجنبيه بتش عادي جدا ومارس رياضه وكل حاجه. ويمكن لغايه النهارده حتى في النادي هنا السباحه في يومين في الاسبوع للمراه معروفين اللي هم السبت والاربع يعني. فبدا بقى النشاط الفعلي للبطله يعني ايه؟ يعني انت بتمارس الرياضه بس ممارسه على مستوى الهوايه. مش محترف يعني. مش محترفه. فبدا امتى؟ سنه 30 تحديدا مع دخول فريق الباسكت. اوكي. فريق الباسكت كان فيه بطلات بقوا علامات. اسف يعني الباسكت تالي الحته دي. كانت فيه نفيسه الغمراوي. نفيسه الغمراوي كانت اول مصريه تعبر تعوم من راس البر لدمياط. اوكي. ودي مسافه كبيره في الوقت ده. وكان بعد كده لو انت حضرتك فاكر كان في سباق دايما بين راس البر ودمياط في السباحه. واسست فريق الباسكت. هو انا عظمه كبيره اي نعم بس مش لدرجه تبقى فاكر سنه 30 حصل في الثمانينات. لا يا بريت. لا سباق راس مش البر. مش للدرجات. احنا بنتكلم في الثلاثينات. لا انا اقصد اقول لغايه فتره قريبه كان سباق راس البر شغال. اوكي. بتتكلم عن السباق نفسه واستمراريته. اوكي. كان موجود. اتعمل فريق الباسكت وكان من اعضائه يمكن ناس مشهوره دلوقتي يعني مدام احسان مراد اللي هي كانت زوجة الفريق مرتجي بعد كده. وكانت اختها عائشة مراد ودي والدتها الدكتورة ماجدة عز اللي كانت متجوزة الدكتور حسن مصطفى. فده الجيل اللي هو كان جيل بداية ال دول الرائدات بقى. الرائدات. نفيسة الغمراوي تحديدا كانت تاني مصرية تقود طائرة بعد لطفية النادي. فده كانت بداية القوية جدا. يمكن جه بعدها أمينة محمود، أمينة محمود كانت حاجة مختلفة. تعتبر اعظم بطله مصريه في الالعاب كلها. دي كانت بتلعب جميع العاب القوى 100 200 400 العدو ولعب الدولي كره طايره وسله. الله. وهي هاند بول. كل ده؟ دي كانت شخصيه مختلفه خالص امينه محمود. وكان في موجود برضو في نفس الفتره بعدها على طول دي بص دول رواد فعلا. ناديه شريف اللي هي من عائله برضو اتجوزت رياضي في النادي اعتقد اسمه محمود السمان. وابنها كان بطل ولاعب عالم عمرو السماني كان وليد السماني كان بيلعب سباحه في النادي الاهلي. وطبعا بعد كده ظهر رانيا علواني و طبعا ده في الفتره اللي في بقى كمان عندنا يعني. ايناس حقي ايناس حقي كمان في السباحه في الخمسينات خدت بطوله عالم. ودي كانت اول مصريه تاخد بطوله عالم. يعني ايناس حقي كمان في حاجه غريبه كانت متجوزت بطلت سباحه لما اتجوزت عادل خيري الفنان عادل خيري طبعا تقدر تقول ان النادي الاهلي في مصر هو اللي كان رائد الرياضه النسائيه. وبسبب يعني اقول لك اول بطل اول لاعبه اولمبيه تلعب اولمبياد مصريه كانت برضو من النادي الاهلي امينه محمود. جميل. فدي تقدر دي لما تيجي تتكلم عن 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 الرياضه والمراه في مصر هتلاقي نفسك ترجع لارشيف النادي الاهلي عشان خاطر تتكلم عن وتقول ايه التاريخ اللي حصل في للمراه المصريه. بس يعني بدايه يعني مش مجرد مثلا بدايه لوجود او لتواجد نسائي في فرق رياضيه مختلفه في النادي الاهلي كانت بدايه مشيت بالتدريج مثلا. لا ده من اول ما ظهروا وهم بطلات بالفعل. يعني حضرتك بتعدد بطلات بمجرد ما ظهروا في الساحه الرياضيه وفي تقبل مجتمع ليهم بقى في بطلات على طول ما مشوش بالتدريج واحده واحده يعني. هقول لك على حاجه انا انت لو هترجع كمان اول فريق كره قدم نسائي اتعمل في الاهلي كان في اخر الستينات. وكان المدرب بتاعه الكابتن عبد الكريم صقر. يعني حتى الكره النسائيه بدات بدري. بس في برضه على فكره يا مدير الحاجات الغريبه انت تخيل انت في اول السبعينات والكره النسائيه ما بداتش تاني غير في التسعينات يعني. محدش في 20 سنه اهملت فيه اهملت رغم ان اول فريق وعلى فكره اول فريق ده
قام على اساس بطلات من بقيه اللعبات الاخرى في النادي، الرياضات الاخرى يعني، هاند بول على، وكان فيهم سباحات، وانا اسمع ان سحر منصور لعبت كره قدم نسائيه. بس انت في الاخر بتتكلمي حضرتك على ان ايه، في فرقه واحده او فرقتين في مصر، فبالتالي مفيش مسابقات، وطالما مفيش مسابقه مش هيكون في نشاط وهيموت. ما احنا مش هنعرف نلعب انا وانت لوحدنا على طول، واخد بال حضرتك؟ طبعا. بس اللي عايز اقوله في الاخر، النادي الاهلي عبر التاريخ في كل نشاط في الوسط الرياضي المصري كان هو رائد فيه، ونخص في الموضوع ده المرأة تحديدا يعني، لان من اكتر الحاجات اللي الاهلي كان دايما رائد فيها اي حاجه بتكون يعني، مثلا زي ما قلنا ثوره 19 اول ما المرأة نزل دور الاهلي على طول خد، مش يعني لقط الدور ده لازم تخش، وهكذا ده في كل حاجه، واخبار حضرتك ازاي؟ بس كانت مرحله دسمه قوي يعني، وفيها حراك كده سياسي واجتماعي وتغييرات في نظم يعني، كانت متوارثه عند يعني اجيال كتير من المصريين، المجتمعات كمان يا كريم فعلا طبعا. وقتها كانت بتتغير الثقافه فيها يعني، بتتكلم بعد تحديدا 1919 الثقافه ابتدت يعني، وثقافه خلينا نقول كمان كانت رجعيه بشكل كبير قبل يعني جدا. ففكره هنا برضو مطالبه، والنساء ظهرت وبداوا يطالبوا بالمساواه، وزي ما حضرتك قلت نزول المراه ومشاركتها، وكمان الرياضه دي كانت اصلا مش موجوده يعني، مهمله تماما يعني، ومش مقبوله اصلا في العائلات الكبيره خلينا الكبيرة. نقول هو حضرتك ازاي، ما انا هو ده اللي بقول لحضرتك يعني من الاول، المراه في الوقت ده انا اقدر اقول مش كانت مظلومه، كانت مقهوره طبعا حلو الاعتراف ده. لا ما هو ده، لا هو الخلاف على قاسم امين زي ما قلت لك، ان هو البدايه غير بدايه عمر لطفي. أيوة. عمر لطفي قال انا الاول لما تنزل المجتمع وتمشي وتشتغل ما خلاص هي دخلت اندمجت، انما ازاي اطلب من المراه ما بتخرجش من البيت ان انا اقول لها لا ليش ما تخرجش من البيت، هي اصلا طب خرجها الاول. رأي حضرتك ايه في فكره هنا بقى البروجرس او التقدم اللي حصل مع المراه، بصراحه انا هتكلم في مصر تحديدا، من الفتره حضرتك بتتكلم فيها لغايه دلوقتي بقى، لان احنا شايفين طفره عظيمه جدا حصلت. ويمكن كم وزيره دلوقتي عندنا؟ كتير، وفي مجلس الشعب كتير، اكتر من 140 كمان النهارده. ما يعني هقول لك على حاجه، زمان كان ممكن تروح اروح مصلحه ما وانا داخل ابقى متوغوش لو كانت ست، ده حقيقه على فكره، احنا زمان كنا في الثمانينات، النهارده بقى من الطبيعي انت وانت داخل على اي مصلحه ست راجل ما بقاش في دماغ اي حد، كونها تتشال من الوعي من الشعور اي حد، ده مكسب للمراه. خلاص انت داخل على مكان، فبالنسبه لك داخل مين مدير المكان، فلان او فلانه، بقت دي اصلا خرجت من شعور الناس. فده تغيير، ده اكتر من العدد يعني، كونك انت يبقى في الوعي الجامعي انك بتتعامل مع الست بطريقه طبيعيه زي الراجل، ده اكتر من انك تقول في كام مدير او كام وزير. طب كانت وقتها المرجعيه ايه عشان يبقى الفكر ده طاغي على المجتمع المصري في زمن كان في تواصل ما بين مصر والغرب، في صوره وجود جاليات اجنبيه مقيمه في مصر، في صوره طبعا حضرتك عارف ان الفتره دي كانت ملتهبه سياسيا، هو الغرب نفسه كان متاخر مع المراه اكتر مننا، بس مش للدرجات، هو بدا قبلنا شويه بس وبشويه مش كتير يعني، شويه مش كتير يعني، مش كتير بسنين، مش في مئات السنين والكلام ده، لا هو كان نفس القصه يعني، هو بالعكس، هو في ازمنه قبل كده كانت المراه دورها اعلى يعني، مثلا في كان في ملكات في وقت بالظبط كده، التراجع ده حصل قعد بتاع 3000 سنه، بدا الغرب شويه قبلها بشويه وبعدين. بس هو الغريب ان ده كان حاصل اصلا يعني، غريب، احنا بنتكلم على نص المجتمع. هو هسأل سؤال، وفي عندك دول مرجعياتها قد تكون في مرجعيه دينيه عند المجتمع بتاعها، فشايف ان في اطر معينه لازم تبقى المراه مقيده فيها، لكن هو بنتكلم على غرب الغريب والتحرر. انا الغريب، امتى ظهر اليشمك؟ انا ما عنديش فكره يعني، دي برضو حاجه مش قادر هي مش حاجه مصريه نقدر نقول يعني، هي حاجه غير مصريه تماما، مصر ما فيهاش هذه الصور، ولكن كانت موجوده عندنا تركيا في الشوارع، اظن بدايه ممكن يعني ربما لكن ليست مصريه ده بالتاكيد. لكن هي في الاخر اللي حصل في الفتره دي انه لا، هو بص هقول لك على حاجه، الفتره دي كمان اللي اتكلمت عليها في العشرينات كانت فتره انفجار في الوعي. حتى اقول لك على حاجه، في الادب،
في الفن طبعا، في الناس تبدا تطير، ركوب الطيران، الاغنيه بدايه. بص اللي احنا عشنا فيه فتره كبيره قوي مع ام كلثوم وعبد الوهاب كان في الفتره دي، كان بداياته بقى، بداياته الفتره طبعا. دي طبعا. سيد درويش، ويرم التونسي، عمالقه ويرم التونسي طبعا، عمالقه الفنانين ظهروا في الفتره ديت. وهم انت انا عايز اقول ايه، وعمالقه الصحافه بالمناسبه كمان، كل حاجه. اه انت هقول لك على حاجه غريبه، واحنا بندرس زمان الشعر في الثانوي، احنا درسنا ان في حصل 500 سنه لانحدار الشعر والادب. ودي كانت حاجه غريبه، انك فجاه يطلع علي الجارم مر احمد شوقي وحافظ ابراهيم بعبقريه. منين يعني ايه ازاي يعني منين هذا اللي احنا درسنا الشعر اللي كان في العصر المملوكي والعثماني، ده شعر منحدر تماما لمصريين، مش هم اللي يعني انا بتكلم على العصر السياسي، لكن هم كمصريين الشعر منحدر جدا. فجاه تلاقي نفسك دخلت مع علي الجارم ودخلت مع حافظ ابراهيم في عبقريه، مفيش ايه مفيش تدرج. وخبر حضرتك ازاي قفزه كده، قفزه كبيره. وبرده ومع شعراء المهجر في نفس الفتره. لا الفتره بتاعه العشرينات دي، وطبعا هو قبلها علي الجارم من قبلها. الفتره بتاعه العشرينات تحديدا فعلا من ثوره 19 وانت جاي، وكمان بص فتره من 1900 وانت طالع حصل حاجه شويه، الوطنيين والناس اللي جت من فرنسا في البعثات شافوا ان فجاه جميع كل حاجه في مصر، بدا الانجليز بعد ما خلاص سيطروا وتمكنوا بدأوا يخشوا في كل حاجة، جميع المشاريف وكل حاجة بقت إنجليزية، فبدأوا يفوقوا، نعمل الجامعة، نعمل بنك، نعمل كذا، نعمل كذا. الناس دي كلها حصل، بص أي نهضة بيحصل صناعية أو زراعية أو غيرها دايما بيكون وراها أمال وأحلام، بتحصل معاها ارتفاعات في الأدب والفكر والكتابة. انا عايز اروح معايا حضرتك دلوقتي للاسف بيجري نقطه مهمه بقى جدا، واعتقد تهم الجمهور دلوقتي بيتفرج علينا. زي ما احنا قلنا النادي الاهلي دايما سباق، ودي حقيقه على ارض الواقع. عايزين نعرف منك قصه مثلا عن دعم المراه المصريه في الرياضه مثلا لكابتن صالح سليم. يعني اكيد كلنا عارفين الروايات وعارفين قد ايه برضو وقتها كان في سيدات كتير بيلعبوا رياضه وبيمارسوا رياضه في النادي، بس خلينا لو انت عندك قصه زي كده قول لنا ايه كانت دايما رسائل كابتن صالح سليم مثلا. لا انا بالنسبه للمراه، بص انا اقول لك على حاجه، اكتر رئيس نال دعم السيدات في النادي في حتى في الانتخابات كان صالح سليم. ده هو كان معشوق الجميلات عشان كده انا بسالك يعني. هو غير الدعم يعني، هو كان حد جميل طبعًا. وبعدين طبعًا. كان له كاريزما مختلفه جداً شويه جداً. صح. فكان دايما الكابتن صالح سليم كان دايما يعني هو دخل الانتخابات حوالي 4 مرات، كم 73 و76 و80 و84 و88 كل الفترات دي كابتن. وبعد كده لما رجع تاني في 92 كابتن صالح كان يمكن الاصوات النسائيه يمكن اكتر. كابتن صالح ما كانش بينزل بدعايه زي الناس كلها يعني، فكان دعم المراه للكابتن صالح والعكس صحيح يعني فعلا كان موضوع متبادل فعلا. يعني هو كان بيدعم هذه القضيه وفي الرياضه كانت باينه في النادي، وفي نفس الوقت على الصعيد الثاني هم كانوا بيحبوه جدا. بيحبوه جدا يعني. هو بص كابتن صالح كان كل الناس كل النادي بيحبه يعني، هو شخصيه استثنائيه بالمعنى الحرفي للكلمه الحقيقه. فيعني اولا احنا بنشكرك جدا استاذ محمد على وجودك معانا النهارده، اتكلمنا معاك في موضوعات شيقه وفتره زمنيه دسمه وكانت يعني مليانه تفاصيل كتير، واكيد التفاصيل دي هتحتاج ان احنا نتكلم عنها بقى في حلقات قادمه ان شاء الله. فبنشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا النهارده. الله يكرمك فندم. شكرا لحضرتك يا فندم. وهنروح دلوقتي فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم.